بصراحة توجه لنا دعوة للمشاركة ببطولة الثانية من ديسمبر اللي هي دولة الإمارات. ارتقينا كنادي جامعة العلوم التطبيقية، والعلاقات اللي بيننا وبين نادي الوصل الإماراتي إنه المشاركة بهاي البطولة لرفع سوية اللاعبين وللمشاركة في أعياد وطنية لدولة الإمارات الشقيقة يعني، واللي بنعتبرها يعني أقرب الناس لنا بالأردن. والله شوف، إحنا الأسبوع الجاي عندنا يوم 13 شهر عم ببلش الدوري الأردني. الدوري الأردني بيمتد لشهر 3. بشهر 3 عندنا تصفيات غرب آسيا اللي هي بتأهل لآسيا بإيران. ارتقينا يعني المشاركة بهاي البطولة استعداد للفريق على أساس إنه الدوري الأردني السنة بدون أي محترف أجنبي. لا أكيد حسب قرار الاتحاد اللي هو 6 لائحة النخبة عندنا إحنا فريقين اللي هو نادي مدارس الاتحاد ونادي جامعة العلوم التطبيقية. ارتقينا إنه اللاعبين الجداد هدول مراد بركات اختار تشكيل النخبة الستة إنه يشارك فيها بطولة الدوري على أساس استعداد للمرحلة القادمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء بدي أشكرك على هاي المقابلة الحلوة. أول شيء مبارك للشعب الإماراتي بعيدهم الوطني. بالنسبة لنا بطولة دبي اللي عاملينها قدام الوصل المهمة كتير لأنها استعدادا للدوري عندنا الأسبوع الجاي إن شاء الله. في فرق كويسة، خسرنا مبارح مع نادي الجزيرة المصري بسبع نقاط وكانت مباراة حلوة، وزمان ما لعبنا مع بعض احنا الشباب يعني فريقنا جديد. إن شاء الله المباراة اليوم تكون أحسن، وبكرة المباراة الأهم مع الفريق العراقي كهرباء العراقي يكون أحسن وأحسن إن شاء الله. هلا الدوري بصراحة السنة هاي رح يكون مختلف كتير كلية لأنه صار فيه لعيب صار فيه ناديين هم نادي الاتحاد ونادي التطبيقية. السنة الدكتورة هيثم أبو خديجة الفرق كويسة عم يساعد كويس الفريقين، في فرق الرياضة والبوكس برضو عم بيساعدوا. إن شاء الله السنة هاي يكون دوري قوي مع الاتحاد الجديد. السنة هاي لسه أول مشاركة إنه برا الأردن مع فريق تطبيقي بالنسبة لي أنا. إن شاء الله الله يوفيني ويوفي نادي التطبيقية ويصير نعمل له نتائج كويسة برا الأردن. والله بطولة منيحة وقوية، جايبين فرق مناح وإحنا فريقنا جاهز لهاي البطولة. إن شاء الله اليوم الله وفينا، مبارح مباراة مع مصر ما لعبنا كثير منيح، إن شاء الله الله وفينا اليوم عشان نتأهل للدور الثاني. إحنا لسه بداية الدوري جديد وما تعودنا على بعض، فمبارح لعبنا جيم اليوم يعني أحسن إن شاء الله، ولسه عندنا جيمات كمان إن شاء الله. إن شاء الله هلا باتحاد جديد إجا، إن شاء الله بيرجع زي قبل بأول أندية وللمنتخب كمان وبنرجع زي قبل إن شاء الله. يعني نادي العلوم التطبيقية عم بيستعد للدوري المحلي اللي راح يبدا الاسبوع القادم، وهي تيجي المشاركة اجت ضمن فترة الاعداد للدوري العام. انت عارف انه اول مباراة بيلعبوها الفريق بهاي التشكيل الحالية، فانا شايف انها تجربة مفيدة لنا وانه نقدر نوقف على نقاط الضعف للفريق، بالاضافة يعني عدم وجود اجانب يعني اربكنا بالمرحلة العالية، اجوا اجانب عنا مؤخرين يعني مش قادرين يتفاهموا مع الفريق بالشكل اللائق. لكن زي ما حكيت انه لازم نلعب كذا مباراه قبل الدوري حتى نكون جاهزين احسن. والله هي كاول مباراه للفريق بتشكيلته هاي، يعني الفريق قدم مباراه كويس، بس كان امبارح الجزيره بوضع كثير ممتاز وكان عندهم نسب عاليه من التصويب اللي خلاهم ينجحوا بعده حالات صعبه واخذوا المباراه يعني خطفوا، مع انه كنا معظم مباراه متفوقين فيها، لكن في النهايه كان في عندهم توفيق يعني مش طبيعي. والله يعني الأندية عم تتنافس وفي توزيع لاعبين كويس، أنا بتوقع يعني راح يكون لنا حظوظ أكثر من غيرنا بالدوري.